لا تنفيذ للإعلان الرسمي عن حل، والزبالة لا تزال مكدسة في الشوارع. رصد شاحنات ليلاً ترمي النفايات في نهر بيروت. حملة طلعت ريحتكن اعتصمت وقطعت طرقاً. مجلس الوزراء إلى الخميس لمزيد من المشاورات. نهار الخميس المقبل هي جلسة جد، هي جلسة أنا بعتبر بشكل منعطف. طاب يومكم. ما إن طلع الصباح حتى تبين أن ما أعلن ليلاً عن التوصل إلى حل لأزمة النفايات المكدسة في الشوارع ما هو إلا وهم. فالمشهد العام لا يزال غارقاً في القمامة التي ترتفع كالجبال، والتعليمات التي قال وزير البيئة إنها أعطيت للبدء فوراً بإزالة النفايات وتوزيعها على مواقع مستحدثة لم يحددها لم تنفذ، ولم يرفع إلا جزء بسيط من زبالة مناطق محددة كوسط البلد، فيما تفاقمت في أحياء أخرى في العاصمة. وما رفع ليلاً طاردته حملة طلعت ريحتكن، ورصدت تهريب نفايات الأشرفية ورميها في مواقف في سن الفيل وفرن الشباك ومجرى نهر بيروت. كما رصد موقع حركة الشعب رمي نفايات في حفرة كبيرة في أحراج عرمون. حملة طلعت ريحتكن تظاهرت في ساحة رياض الصلح وأقفلت طرقاً ورمت السرايا بالبيض تحت شعار لا للحلول المجتزأة. سياسياً أرجأ الرئيس تمام سلام جلسة مجلس الوزراء إلى الخميس لمزيد من المشاورات، وأجرى سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء. الوزير بطرس حرب شدد على أن جلسة الخميس ستشكل منعطفاً، وقال إن السلام لا يقبل بأن يكون شاهد زور إذا استمر تعطيل الحكومة. بالفيديو نفايات الأشرفية ترمى في مواقف للسيارات في سن الفيل وفرن الشباك وفي مجرى نهر بيروت. بالجرم المشهود نفايات الأشرفية هربت ليلا ورميت في مواقف الباصات القديمة في سن الفيل وفي موقف آخر في فرن الشباك وحتى في مجرى نهر بيروت. هذا ما نشرته صفحة طلعت ريحتكم موثقا بالفيديو على فيسبوك، لتسأل الصفحة هل هذا هو الحل الذي أعلن عنه وزير البيئة، ليكمل التعليق بالقول الفاسدون يقتلوننا، لا تخدعكم الحلول الوهمية، الأزمة لم تحل، إلى الشارع، لتختم الصفحة تعليقها بعبارة يسقط يسقط حكم الأزهر. كذلك نشرت صفحة حركة الشعب على فيسبوك فيديو يظهر إلقاء شاحنات لنفايات في أحراج عرمون في وضح النهار. وفي جولة صباحية في شوارع العاصمة لم توثق كاميرا الجديد أي حركة لشاحنات نقل النفايات، بل على العكس شهدت على تكدس النفايات في شوارع قصقص وكورنيش المزرعة وبربور والجناح وغيرها. حتى الساعة إذن لم يزل الحل الذي أعلن عنه وزير البيئة من نتانة شوارعنا. وإلى حملة طلعت ريحتكن والتفاصيل مباشرة مع باسل العريضي. باسل، بماذا تعدنا حملة طلعت ريحتكن من خطوات وهي مستمرة منذ لليوم 11 على التوالي منذ بدء أزمة النفايات في الشوارع اللبنانية؟ يعني بالواقع بعد هالتحرك الذي جرى اليوم، هذه الحملة حملة طلعت ريحتكن بصدد اتخاذ تحركات أخرى على ما يبدو أنها ستكون نوعية ولن تكون كما شاهدناها اليوم على شكل تظاهرة أو اعتصام تجمع لعدد كبير من المواطنين، إنما ستكون بحسب ما علمنا نوعية. لم يفصحوا بطبيعة الحال عن طبيعة هذه التحركات المقبلة، لكنهم أكدوا أنهم مستمرون في هذا الحراك إلى حين إصدار قرارات
بيئية صحية جذرية لمعالجة مشكلة النفايات بشكل جذري، وليس تبقى ضمن الإطار السياسي. يعني حسب ما قال البعض أنه سياسة النفايات أو نفايات السياسة هي وجهان لمسألة واحدة. على أي حال كريستين، اليوم في خلاصة هذا اليوم كان الحراك قد بدأ صباحا عند ضغطة رياض الصلح. هذا التجمع استمر على الرغم من تأجيل جلسة مجلس الوزراء، كان هناك ربما تصور آخر للمعتصمين المتظاهرين في حال عقدت هذه الجلسة، لكن تأجيل هذه الجلسة أدى إلى تعديل خطط العمل بشكل سريع. بعد حوالي الساعة من الاعتصام في ساحة رياض الصلح، وكما ذكرت تم رشق السرايا الحكومية بالبيض ورفع شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة وإسقاط النظام بشكل عام. قاموا بجولة في أحياء وسط بيروت. بعد حوالي ساعتين تقريبا أو أكثر بقليل كانوا يعني هنا لهذا التحرك اليوم، كان هناك أكثر من تجمع أو أكثر من مجموعة دعت إلى هذا الحراك. مجموعة طلعت ريحتكم أثرت البقاء هنا في وسط بيروت، بينما المجموعات الأخرى أثروا التوجه إلى مناطق أخرى. كان هناك تسوية بين الاثنين عن صحة التعبير إلى التجمع أمام وزارة البيئة التي هي على مقربة من ساحة رياض الصلح للمطالبة باستقالة محمد المشنوق نتيجة القرارات التي اتخذها بالأمس، التي اعتبرتها هذه التحركات غير مجدية وغير نافعة، وهي أنية وغير بيئية وغير لا تراعي أبدا المعايير البيئية والصحية. بعد ذلك تم قطع الطرقات من ساحة رياض الصلح باتجاه الصيفي بشارع الخوري رياض الصلح، كل هذه الطرقات قطعت لفترة طويلة من الزمن قبل أن تنقسم المجموعات. مجموعة طلعت ريحتكم بقيت هنا في ساحة رياض الصلح وساحة شهداء، فيما المجموعات الأخرى وهي قليلة توجهت نحو الحمرة. على أي حال كريستين، تفاصيل أكثر على مجريات هذا اليوم معي الناشط في جمعية طلعت ريحتكم أسعد زبيان. أسعد، يعني خلاصة هذا النهار، شو النتيجة اللي عملتوها بعد تقييم عملكم لهذا اليوم؟ أول شيء نحن مش جمعية، نحن تحرك عفوي من قبل مدنيين لبنانيين. اليوم كان خطوة من الخطوات اللي عم نشتغل عليها كرمال الضغط على الحكومة لاتخاذ القرارات. للأسف القرار اللي طلع امبارح هو قرار ما بيمثلنا أبداً. وعينا اليوم لقينا أنه الزبالة مكبوبة بالمونتيفيردي، بقينا للخمسة بالليل عم نراقب الشحنات من وين عم تكب تاخد الزبالة من بيروت، وين عم بتكبون، طلعوا عم بيكبون بمنطقة مفتوحة بسن الفيل على الزفت من دون أي معاملة من معالجة من دون أي تمر. وإذا استمرينا بهذا الوضع هيدا معناتها نحن بس عم ندفش المشكلة شوي شوي، ونحن ما بدنا هيدي الحلول. نحن منتأسف أنه نحن بدولة لبنانية بعد 12 يوم من هيك أزمة زبالة متلية الطريق لهلأ عم بفكروا يعملوا خطة طوارئ. كان لازم هيدا الشغل ينعمل من قبل ما تخلص المهل لتسكير مطمن الناعمة والانتهاء العقد مع شركة سوكلين. فنحن كمان قدمنا حل للوزارة، نحن مش بس عم نحكي، نحن عم نقولهم في ثلاث نعامات وثلاث لا للمطامر لأنه أثبت مطمر الناعمة وغيره فشله، لا للحرق لأنه كلفة عالية وضرر بيئي، ولا للردم بالبحر لأنه كمان جربنا ردم بالبحر بالزمانات. نعم لشو؟ نعم للفرز، نعم من المصدر يعني من البيوت من الأحياء من المناطق، نعم لإعطاء البلديات حقوقها وأموالها كرمال تعمل إعادة عملية جمع وضم، وبالآخر وحده هي إعادة التدوير للبلاستيك للورق للإزاز يلي هيدا بيفيدنا إلنا كمواطنين لبنانيين وبيؤدي ل اليوم. شو الخطوات المقبلة اللي طلعت ريحتكم؟ نحن قلنا إنه رح نعمل تحرك نوعي نهار الخميس، ما رح نعلن عنه منشان يكون نوعا ما صادم للمسؤولين بالبلد. نتمنى ما يجبنوا مثل ما جبنوا اليوم موضوع الحكومة، وبتمنى انه الشعب اللبناني كمان ينتبه انه في هود الناس المسؤولين يلي عم يدفعوا عم يقبضوا معاشاتهم من اموال ضرايبنا، غير انه مددوا لحالهم، غير انه عم يسرقونا، عم يخلونا هلا ما نقدر نتنفس ببلادنا. فيا ريت انه كمان هن بيكونوا معنا عم يتحركوا. سؤال اخير اسعد، يعني اليوم صار في هذا الانقسام اليوم داخل هذا التجمع، البعض توجه الى الحمراء فيما انتم اثرتم البقاء هنا. ما منه انقسام ابدا، بالعكس الناس اللي راحت على الحمراء عندها وجهه نظر يلي هي انه بدها تحشد مع العالم الشوارع، نحن بنأيدهم فيها بس نحن كنا بنفضل نعملها بنهار ثاني، وابدا ما في انقسام، نحن كلنا بدنا مطلب واحد، وما عملنا مثل السياسيين 8 و14 بنختلف على تقسيم جبنه، نحن كلنا بدنا ناكل عنب ويلي هي تنشال الزباله وينعمل حل منطقي مش حل اني وعلى صحه السلامه على حساب صحتنا وعلى حساب سلامتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
كريستين كان هناك يعني بعض الأصوات التي اعتبرت أنه ربما ما حصل اليوم هو نتيجة تدخل بعض الجهات السياسية أو بعض التيارات السياسية التي أرادت قطف ثمار هذا التحرك، ما أدى إلى بعض الانقسامات داخل هذا الحراك وتوجه المعتصمين إلى عدة نقاط، وبالتالي يعني كان هناك مجموعات قليلة في كل مكان. هذا ما قاله بعض المعتصمين كانوا متواجدين هنا في ساحة رياض الصلح. على أي حال كريستين التفاصيل في نشرة المسائية، أعتقد أن سنستمع إلى بعض التصريحات خلال الاعتصام أمام السرايا الحكومية خلال هذا النهار. نعم، موجودين اليوم امام السرايا الحكومي لعده اسباب. السبب الاساسي هو ازمه النفايات والكذب اللي عم تكذبه الحكومه علينا. نحن الحكومه اللبنانيه كان معها وقت كثير لتدير هذه الازمه بطريقه جيده وبطريقه مستدامه، ما عملت هذا الشيء. امبارح كان في ابره مخدر من الحكومه اللبنانيه بمحاوله للملمه الوضع واضعاف وجود الناس بالشارع. كذبوا علينا كذبه، قالوا لنا انه حلت ازمه النفايات، الازمه لم تحل ولا باي شكل من الاشكال. امبارح انسرقت زباله بالليل وتحت جنح الظلام خدوها وكبوها بمجرى نهر بيروت وكبوها بمواقف الباصات القديمة بفرن الشباك وسن الفيل ومحلات تانية، بس حاولوا يبعدوها عن نظر الناس لحتى يحطوها بمحل تاني والناس ما تنزل إلى الشارع. يعني في حلول مستدامة وبتكلف أقل، يعني بكفي سرقونا بالسكرين $170 على الطن. يعني في حلول أكتر نعمل فيها بلش الفرز من المصدر، فيها البلديات اللي تعمل الفرز وتعمل نقل ويكون في مراكز معالجة بكل قضاء. هيدا هو الحل المستدام. أنا برأيي هذا النظام سقط، ولكن بنفس الوقت أنا برأيي التحرك الشعبي بعده دون المستوى المطلوب، لأنه كمان الشعب ما عاد عنده ثقة بالتغيير، ما عاد عنده ثقة بالقيادات، ما عاد عنده ثقة بالأحزاب، ما عاد عنده ثقة بكل هذه الأمور. لسبب بتشوف أنه تمروا بالزبالة وبعده هو عم بيتفرج أو بيحول الزبالة إلى نوع من النكتة وبتكيف معها كأنه شيء لم يحصل، مع أنه هيدي بتمس بصحته بكرامته وبوجوده وباستمراره بعائلته. ولكن للأسف أنه من جهة عندك طبقة سياسية غير مسؤولة حتى توجد حلول، بعدها عم تعطي خلول مخدرة. يعني امبارح أنا وقت سمعت البيان بتحس مثل كأنه بيان غير واضح ملتبس، مثل كأنه في شيء تحت الطاولة. يعني والآن برأيي الأمور ما بتتعالج بهذا الشكل. يعني حتى الحكومة أنه انطمرت بالزبالة وما عم تقدر تاخد قرار، البعض بعده ملتهي بالصلاحيات والتاني ملتهي بتحسين شروط وضعه، بينما أنا برأيي هذه المطالب الحياتية والمعيشية اللي بتطال كل الناس ما حدا عم بيطالب فيها وما حدا عم بيتحرك، لأنه في فساد كتير بهذا الملف وما عندن حل جدي. يعني بالنتيجة هذا حل علمي، يعني بدك ترجع على خبرة حتى يعطوك الحلول، وهذه بدها شوية وقت. رئيس الحكومة تمام سلام يطلق أعمال غرفة العمليات في مجلس الإنماء والإعمار لمعالجة أزمة النفايات، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يؤكد أن سلام لم يقل أنه سيستقيل، لكن الاستقالة تبقى أحد الخيارات. رأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا أطلق فيه أعمال غرفة العمليات في مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمعالجة أزمة النفايات. اليوم دولة الرئيس اجتماعا أطلق فيه أعمال غرفة العمليات في مجلس الإنماء والإعمار. طبعا تم تحديد المهام وتم تحديد المتابعات الضرورية لتطبيق القرارات التي اتخذت. الآن المجال مفتوح طبعا للعمل وليس للكلام، ونفترض أن كل هذه الأمور ستتابع في غرفة العمليات وسيتم التنسيق بمختلف المواضيع، وسيكون التقرير مرفوعا لدولة الرئيس لمتابعته مع هذه اللجنة. موضوع النفايات وتعطيل جلسة مجلس الوزراء كان محور لقاءات سلام مع الوزراء بطرس حرب وسمير مقبل ورشيد درباس. دولة الرئيس لم يقل أنه سيستقيل، ولكننا أكدنا مرارا عديدة أن الاستقالة هي أحد الخيارات، وأحدا لا يستطيع أن يحجر عنه هذا الحق، ولكنه رجل رصين لا يعرف التهور، يحسب حساب كل شيء. نحن في هذه المرحلة مجلس الوزراء هو الحائط الأخير وإن كان متصدعا الذي تسد دولة ظهرها له. لهذا فهناك وسائل عديدة يعبر فيها رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الذين يؤيدون موقفه عن حقيقة مسار الأمور، ونحن كوزراء لن نكف عن القيام بواجبنا تجاه المواطنين، ورئيس الحكومة يشرف على أعمال الوزارات كلها، وهو أيضا يجمع الوزراء حين يشاء، ونحن نأمل أن يكون اجتماع الخميس القادم
فيه بعض الأمل، وإن كنت كما قرأت المطايات الحالية لا أرى مثل هذا الأمل. والقول أن رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور يأتي عندما يشاء ويرأس صحيح، ولكن هذا الكلام وجه إلى شخصية طبيعية فرد. أما إذا ظن كل فرد منا أنه يستطيع متى شاء أن يحضر ويرأس، فلا بد أن من تغيير النص ويصبح متى شاء. نهار الخميس المقبل هي جلسة أنا بعتبر بشكل منعطف. أما أن يتعاطى الأطراف المعنيون بجدية وبمسؤولية ونجد حل هذه القضية، وكل قضية تطرح في وقتها، كل قضية تطرح في استحقاق بدون استباخ الأمور، ونطلع بقى من جو هذا الضغط والابتزاز السياسي. وأما كل إنسان يتحمل مسؤولياته، بيتحمل مسؤولياته بمعنى أنه يعود لرئيس الحكومة اتخاذ الموقف اللي ما بيجعله شاهد زور، واللي ما بيجعله رجل عاجز عن العمل، وهو يتحمل مسؤولية إدارة البلد اليوم مع مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية اللي سببوا بتفريغ الرئاسي، وأنه يقعد يتفرج مش قادر يعمل شيء لأنه في فريق أخده وجاره باتجاه التعطيل الكامل للبلد وتعطيل مصالح البلد. بقى اليوم الحكومة الحالية، خلي أكون واضح، ما مسؤولية، ما حدا يحملها مسؤولية لا للحكومة ولا لرا وزير البيئة، وخصوصا لرئيس الحكومة يلي فعلا هالحكومة مع وزير البيئة ومع رئيس الحكومة قاموا بجهد محترم لحل مشاكل النفايات. بتأمل وبتمنى انه السياسيين المعنيين بهذا الإطار يساعدوا لوجود الحل الملائم لحل قضية النفايات. ومن زوار السراي السفير السعودي علي عواض عسيري، وجرى عرض لآخر المستجدات. في خلال مؤتمر متحدون من أجل فلسطين، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يدعو إلى أحياء وتفعيل كل مقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي. رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يوجد قضية أو معركة تتمتع بالصدقية والشرعية التي تتمتع بها قضية القدس ومواجهة العدو الصهيوني، واعتبر أن الموقف من هذه القضية يجب أن يكون من أهم معايير التقييم عندما نريد أن نقيم دولاً أو حكومات. وفي كلمة له خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة بعنوان متحدون من أجل فلسطين إسرائيل إلى زوال، رأى نصر الله أن صراع الوجود الذي تعيشه الأقليات في المنطقة أدى إلى أن تصبح إسرائيل خطراً ثانوياً. يجب أن نبحث كيف نطلق عملية مقاومة تطبيع من جديد، لأنه نحن مش محتاجين الآن بهذا الخطاب نقعد نشرح لبعضنا مخاطر التطبيع مع العدو الإسرائيلي على نتائج هذا الصراع وعلى فلسطين وعلى القدس. كل من يحمل، يعني من ترجمات هذا الإخلاص، من يحمل راية المقاومة ويتقدم يجب أن نمشي جميعا معه. بمعزل، شو اسمه؟ عربي؟ عجمي؟ شو طائفته؟ حتى شو دينه؟ شو بلده؟ مين ما كان يكون، من يحمل راية ويتقدم الصفوف الأمامية لاستعادة فلسطين ولاستعادة القدس ولدفع المشروع الصهيوني عن هذه الأمة يجب أن نسانده وأن نلتف مع حوله وأن نقف معه ونمشي سويا. أن البعض لا يدعم ويمنع من يدعم، عندما يتحول الداعم إلى مدان ومتهم، وعندما يتحول المدعوم أيضا إلى مدان ومتهم. يعني بعض حركات المقاومة عندما تتلقى دعماً حقيقياً من دولة معينة، نتيجة الحساسية مع هذه الدولة تصبح حركة المقاومة هذه متهمة، ليس فقط متهمة في موقفها السياسي، تصبح حتى متهمة في دينها وحتى متهمة في مذهبها. ورأى نصر الله أن الأمة ستخرج من المحنة وسيكون الحساب عسيراً مع إسرائيل، مشيراً إلى أن أخطر الخسائر هي خروج فلسطين من دائرة الاهتمام الدولي والإسلامي.
في عكار نظمت الجمعيات المدنية والأهالي اعتصاما ضد جلب النفايات إلى المنطقة، ومن أمام بلدية حلبة رفع المعتصمون الشعارات التي تطالب الدولة بالوظائف والإنماء بدل النفايات، مؤكدين أن دم الشهداء الذي دفعته محافظة عكار لا يمكن تلويثه بالنفايات. ولاحقا أعلن المجتمع المدني إلغاء الاعتصام حرصا على عدم قطع الطرقات أمام أبناء بلدتهم، مؤكدين جاهزيتهم لأي تصعيد. في حفل تخريج طلاب ناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية النبي شيت الرسمية، أعلن راعي الحفل النائب الممدد حسين الموسوي رفض ما يطرحه البعض بتحويل جرود السلسلة الشرقية إلى مكب للنفايات. يا عمي ليش تتذكروا جرود الشرقية لبنان بس الدورة على محل تحطوا زبالة بمحلات أخرى ما في ذكر لهذه المنطقة بعلبك والهرمل وزحلة والباع الغربي بجرود الشرقية الآن هذا المحل الصالح عمي هذا محل فيه دماء شهدائنا فيه دماء جرحانا هذا محل الشرفاء هذا محل الأبطال هذا محل الحرية هذا محل الكرامة مش محل زبالة هذا أبدا بعدين لازم الإنسان يكون شوي هيك يعني يستحي على حاله بيقول منجيب خبراء يا رئيس الحكومة بدل ما تقول بدي استقيل جيب خبراء عم بيحكي عن النائب بدل ما يقول لي بجرود الشرقية بيقول رئيس الحكومة الحكومة تفضلوا انت مثلا عندك ثلاث وزراء بالحكومة جيبوا خبراء اختصاصيين بهالمسائل بدرسوا وين المحل الأصح وبتتحط فيه النفايات. رأى البطريرك بشار الراعي أن الأزمة في لبنان هي أزمة سياسية بامتياز ومرتبطة بشكل وثيق بالتطورات والأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. أزمة سياسية وصلت لدرجة أنه ما في انتخاب رئيس للجمهورية من سنة وأربعة أشهر. نحن عم بقول هالشي تقلكن أنه لما نحن منعرف هالواقع نتحلى بالصبر نصبر لأنه الأمور منعرف أنها مرتبطة بهالأشياء الموجودة بالشرق منصبر ولكن ما منتكتف نصبر ومنشتغل نشتغل مع سفر الدول العربية. استقبل المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان راس ماونتن في زيارة وداعية، وقدم له اللواء إبراهيم درعا تذكارية تقديرا لجهوده. والتقى إبراهيم وفدا سودانيا برئاسة الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج السفير حاج ماجد محمد السوار، وعرض معه أوضاع الجالية السودانية في لبنان وشؤون الهجرة والتجربة اللبنانية في هذا المجال. إلى الأخبار العربية والدولية، طرابلس تقضي بأعدام سيف الإسلام القذافي واثنين من رموز نظام والده. بعد القبض عليه نهاية عام 2011 أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما بإعدام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي سيف الإسلام وصهر القذافي رئيس جهاز المخابرات في عهده عبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء بحكم القذافي البغدادي المحمودي وآخرين رميا بالرصاص. هذه المجموعات القذرة لابد تكون مستعدين لسحقها سحق نهائي. ووجهت طرابلس نجم معمر القذافي ورفاقه تهما بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 من فبراير عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يتراجع خطوة إلى الوراء في حربه ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن المنطقة الآمنة في شمال سوريا ستمهد لعودة نحو 1,700,000 لاجئ سوري من تركيا. وأكد أن أنقرة لن تتراجع أمام إرهاب داعش وحزب العمال الكردستاني.
دان وزير خارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ما أسماها تصريحات إيران العدوانية، معتبرا أنها ربما تعود لهزيمة حلفائها في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده ترفض العدوانية الإيرانية ضد السعودية ودول المنطقة. عبرت لي معليها عن استنكار المملكة ورفض المملكة لتصريحات العدوانية التي أتت من عدد من المسؤولين في إيران والذي تتعلق بتثبت تدخلات إيران في شأن الداخلي لدول المنطقة، كما استنكرنا موضوع التهديدات أو التصريحات التي أدلى بها مسؤولين إيرانيين تجاه الأشقاء في البحرين، وهذا أيضا أمرا لا نقبله ونرفضه، ونعتقد أنه لا يمثل رغبة دولة تسعى لحسن الجوار، بل يمثل دولة لها طموح في المنطقة وتقوم بتصرفات عدوانية مثل هذه. وبعكس اتهامات الجبير، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من بغداد دول المنطقة إلى فتح صفحة جديدة وتبني الحوار لإزالة سوء التفاهم والمساهمة في عملية مكافحة جادة للإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري قال ظريف: لابد من أن نهتم بعد الاتفاق بالأولويات الأساسية، وأضاف إن أهم المشاكل في المنطقة هي التطرف والطائفية، وإيران تمد يدها للجميع للتعاون، وهذه هي رسالتنا. وأضاف: لا مشكلة بيننا وبين أي دول جارة لنا. ولفت إلى أنه يمكن أن نختلف في وجهات النظر بخصوص التطورات في سوريا والعراق واليمن، لكننا نؤكد أن أمن كل دول المنطقة من أمننا ومستعدون للتعاون مع الجميع. في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين من الشرطة البحرينية في هجوم مسلح في جزيرة سترة. كان في العناوين: لا تنفيذ للإعلان الرسمي عن حل، والزبالة لا تزال مكدسة في الشوارع، رصد شاحنات ليلا ترمي النفايات في نهر بيروت، حملة طلعت ريحتكن اعتصمت وقطعت طرقا، مجلس الوزراء إلى الخميس لمزيد من المشاورات. نهار الخميس المقبل هي جلسة جد، هي جلسة أنا بعتبر بشكل منعطف. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.